مرحبا عنسي، أهلين. اسم؟ نينا عنسي. نعم عنسي نينا. هلا انت شو بتشتغلي بالضبط؟ بشتغل مع أمي الخيار والجل. شو؟ المد. نعم. طيب انت هلا شو يعني كيف صيامك؟ منيح الحمد لله. الحمد لله. بتصومي كل يوم؟ كل يوم. نعم يعني كل يوم. كل يوم. ايه طيب هلا شلون بدك تستقبلي العيد؟ بدي استقبل العيد حلو وجميل ويعني كثير حلو. نعم يعني انت رح تعيدي السنة؟ ايه عشان رح اعيد لبيت جدي وبيت جدي وبيت عمي احمد. نعم. لأقربائك يعني. ولخالاتي ولخ يعني لأقربائك لأقربائك. اي ماشي. هلا طيب انت يعني بتحبي البشار؟ موت فيه كتير. طيب انت شو بدك توجهي له كلمة؟ بوجه له كلمة بحبك يا بشار، موت فيك، انت حلو وكريم، الله يخلينا اياك بجاه الله تعالى. نعم. وفي عندك شيء بدك تقولي للجماهير، لأمك، لأخواتك، يعني لحدا؟ يا جماهير أنا بحبكم كثير، ومين مع بشار يرفع إيده، بشار الله سوريا بشار وبس. يعني أنت هلأ شو بتقولي للمؤامرات اللي عم تصير بسوريا؟ إيه بدي أقول للمخربين يعني للمخربين أنت تحشين وحمارين وأنا ما أطيقكم، هلا بقى هاي مرتوة بتكفيك شي كمان روحوا هلا بقى. يعني لمين دمروها؟ لسوريا ولكل العالم ولكل بيتها إن شاء الله. إيه والله منيح. يعني شلون بدنا نعيش العيد ما إنا عرفانين؟ إن شاء الله بيجينا عيد حلو، ما هيك أنسة؟ إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. بنقول له كلمة لبشار، الله. الله سوريا بشار وبس. الشعب يريد بشار للأسف. غير بلادي ما نختار، الله سوريا بشار. بنحبك يا كبير. بنحبك يا كبير، يا كبير. يا رمز الوطن، يا رمز الوطن. بنحبك يا كبير، يا كبير. يا رمز الوطن، يا رمز الوطن. أنسة ممكن تغني لنا غناية لسوريا؟ ممكن. تفضل. سوريا يا بلاد العز، مشيك على عالا، شوك بعيون الغدار الدنيا بتشكل. سوريا يا بلاد العز، مشيك على عالا، شوك بعيون الغدار الدنيا بتشكل. الله 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 الله, الله. منصورين باسم الله. الله 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 منصورين باسم الله. سوريا عنا وبدمنا عنا منتخلى. شكرا أنسة، شكرا لك وشكرا لهالذوق وشكرا لهالاستضافة الحلوة، نتشكرك ويلا والسلام عليكم. باي.